السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كني حنا قناوة ديال الشكا مدينة داو محند، قبيلة داو محند. تنشكروا الحمد لله في هذه الساعة، كانت الوقت كانت في هذا الشيء ديال الجريحة. حنا قناوة ديال السوس قناوة، حنا كنترحبوا بهذا اللقاء معكم. كنطلبوا من الدعم من جهة السلطات ومن جهة القبيلة، هذا الشيء ديالنا راه ممكن اللي كانت هذه الجريحة منا كنا كنجيو كان كنجولوش. حنا شحال هادي دابا مريحين، ما كاين لا مناسبات، ما كاين لا والو. كنطلبوا من السلطات المحلية والسلطات ديال بلادنا باش يتعاونوا معنا مع هذا الشيء ديال الجريحة ديال كورونا. الحمد لله خصنا دابا نزيدوا القدام في هاد الطورات ديالنا ديال القناوة، راه ما بغيناش نفرطوا فيها. نبغيناها باش تكون مزيده لقدام، تكون عندنا شي مهرجان، تكون مهرجان ديال البلاد اللي غادي يدور، اللي غادي يبين التراث ديالنا وكيبين لنا شحال من حاجه والتلميه ديال البلاد. الحمد لله. ولكن ملي كانت هاد الجرحه ديال كورونا، خاصنا شحال ديال المسائلات. وكنطلبوا حنا ان شاء الله بحول الله باش تكون الوقت تبدل هذا الشيء، تبدل علينا هذا كورونا، تبدل علينا المسائلات باش يزيد هذا الشيء لقدام. من بعد باش كتعرفوهم ديما قناوة عندهم الطقوس ديالهم، عندهم التقاليد ديالهم، متشبتين بالتراث ديال البلاد، متشبتين بالناس. وهذا الشيء عندنا قديم من جهة، هذا الشيء عندنا راه قديم، تراث من الوالدين الجدد. راه هذا الشيء ما فوق 150 سنة الفوق، راه كاينين قناوة، ديال داو محند، وديما كيديروا هاد التظاهرات، وديما عندهم الطقوس ديالهم، وديما متشبتين بتكناويت. وكنبغيوها باش تطور تزيد لقدام ان شاء الله بحول الله، باش تبين ماشي غير على صعيد ماشي غير على صعيد الوطن، باش على صعيد العالمي. وديما راه كاينه تكناويت في اي، راه معروفه قادم الزمن. مشاو فيها والدينا وجدنا الحمد لله، وخلونا حتى حنايا. حنا دابا راه كنطلعوا في البراهين صغار، كنطلعوا في الاجيال باش هادشي يبقى ديما تراث ديال البلاد. وكنطلبوا الله تبارك وتعالى باش يرفع علينا هاد البلاء، باش عاوتاني ترجع لمجاريها ان شاء الله بحول الله، باش يكونوا التظاهرات، يكونوا المهرجانات، ان شاء الله بحول الله، باش عاوتاني تكون الوقت بخير وعلى خير. الله يرحمنا، الله يرفع علينا هاد البلاء. التظاهرات العالمية راه الحمد لله، راه هادشي راه معروف في الصعيد العالمي، راه معروف في هذا كناويت، معروفة بجميع الأديان، راه معروفة فيها تكناويت، راه معروفة بلا المقدمات. تكناويت راه معروفة، هي واحد الحاجة ديال الأساس، هي عندها الأساس، عندها الجذور ديالها، عندها العروق ديالها من قديم الزمان. راه مشاو فيها والدينا، خلونا راقيناهم حنا عندهم 100 سنة و 120 سنة، راه خلونا من الناس مثل الحمد لله. وديما راه تكناويت راه معروفة كاينين، ولكن حنا دابا حنا لقينا هذا الشيء ديالنا، خلينا تقليدي التكناويت ديالنا. حنا كنديروا قال لك يقول لي الطبل والخرخابات، كاينين عاوتاني الفنانه من قناوه راه تشهروا دابا الحمد لله. كاين السنتير جوج كما كيقولوا، كاين الوزير ديال القناوه، وداخلين دابا هذا الشيء دابا راه دخلوه العصري. يكون كان دابا شحال من حاجه فيه، ولكن خاصنا الدعم باش بحال هاد البراهين اللي عندنا دابا، باش حتى هما يزيدوا يطوروا هاد الشيء، باش حتى كناويت تبقى ديما عندنا في البلاد الحمد لله، تبقى الاجيال. كاينين الشباب الحمد لله، كاينين الشباب بالكثره. الدراري صغار دابا محبين هاد الشيء، هاد الخير بزاف، غير من البراهين دابا راه محبين هاد الشيء. وكنا جبناه راه غنجيبوا 20 واحد ولا بحال كيما هكاك. الحمد لله مجبدين الناس بها بزاف، وحتى من البلاد الناس المحبين ديالها راه كثروا المحبين تاع تكناويت، ماشي غير بالقياس. ولكن تكناويت خاصها شحال
خاصها شحال تكناويت، خاص دعم معنويا ماديا ومعنويا، ماديا ومعنويا خاصنا، خاص اللي يحركها وخاص اللي يقلب عليها. كاينه جمعيه، ولكن جمعيه ملي كاين هذا الكورونا راه ما دايره والو. الجمعيه مسكينه راه عندها ما كانش مدخول، ما كانش دعم، ما كانش تعاونيه من السلطات، راه ما كان ولا ما كان اللي كيقلب عليك يقول لك شنو. وقت ما كاين والو راه كيقلبوا علينا. كنمشي حنا كنتشاركوا في الاعياد الوطنيه، كنتشاركوا في المهرجانات، كنتشاركوا في اي تظاهره اللي عندنا في البلاد، الحمد لله مشاركين في اي حاجه، ولكن الدعم راه ما كاينش. خاصنا شحال ديال المسائل خاصنا باش هذا الشيء يتقاد، الحمد لله، باش ديما يبقى عندنا هذا الخير، هاد الدورات ديالنا ديما تبقى. وشحال من حاجه خاصه، شحال من حاجه خاصه، خاصنا الدعم نيت، خاص الدعم معنويا ماديا ومعنويا باش هذا الشيء يزيد يتطور، باش عمرنا ما نفرطوا فيه. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.